بسم الله الرحمن الرحيم. الزيتون يعني احنا بنتكلم على زراعة وصناعة مهمة جدا، التوسع في زراعته في مصر في السنوات الأخيرة بقت شيء مهم جدا، لأن انت بتتحول إلى الاقتصاد الأخضر واللون الأخضر. وجود أشجار الزيتون في مكان هو وجود للتنمية، التوسع في إنتاج زيت الزيتون كمان شيء مهم جدا لأنه إضافة وقيمة لاقتصادك، بما كمان يوفر من مزايا صحية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الزيتون وزيت الزيتون في القرآن الكريم، فوائد كتيرة جدا. اهتمام الدولة بهذا الجانب ويعني نقدر نقول جعله في مركز الأضواء، ان احنا نبتدي نشوف مين المرتبطين بهذه الزراعة والصناعة، محتاجين ايه، فرص تسويقية، فرص تصديرية، انتاجنا ناقصه ايه علشان ننافس بيه، المراكز اللي احنا حققناها عالميا، كل ده بيتم في هذه المرحلة. كان في مهرجان مهم جدا استمر لمدار 5 أيام داخل حديقة الأورمان، اللي انا دايما بقول الجمال والحضارة دائما بتحتضن الانتاج والعمل والتطور. حديقة الأورمان هي فعلا منارة جميلة داخل وزارة الزراعة بتطل بيها دائما من نافذة الخير، نشوف معرض الزهور، نشوف الطمور، نشوف الزيتون وكثير من المفاجآت. النهاردة بيشرفني الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان الزيتون. الأول برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. الفكرة دي جت ازاي؟ أو علاقتك ايه بالزيتون؟ هو الفكرة مش جديدة، يعني كل دول البحر الأبيض المتوسط عندها مهرجانات زيتون لأنه هو منتج أساسي من منتجات البحر المتوسط. مصر من أكبر الدول المنتجة للزيتون، ومصر أكبر مصدر لزيتون المائدة في العالم، وما عندناش مهرجان لحد دلوقتي. صح. فالفكرة جت من هنا. أنا علاقتي بكل المنتجات، أنا استشاري للتسويق وتطوير الأعمال، فدايما بشوف الفرص فين. فزي ما حضرتك تفضلت، مصر عندها كنز كبير اسمه الزيتون. كان كتير من المشاهدين ما يعرفوش أن اقتصاد أسبانيا قايم على زيت الزيتون. دخل أسبانيا من زيت الزيتون يعادل دخل السعودية من البترول. فهو فعلا ثروة وقيمة اقتصادية كبيرة جدا، لازم أن احنا نسلط الأضواء عليها ونوري العالم ان احنا عندنا الثروه دي وقادرين ان احنا نتفوق فيها اكتر واكتر. يعني حضرتك مالكش علاقه بالزراعه، استشاري تطوير اعمال، ففكرت من الزاويه الاقتصاديه بالظبط، ازاي ان انا اقدر عندي ميزه محدش واخد باله منها في دول زي ما حضرتك بتقول لي اقتصادها قائم على زيت الزيتون وبتنافس بيه دخل دول من البترول، فالنهارده انت عندك هذه الميزه لكن عايز توريها للعالم، وبالذات ان انت هيبقى عندك زيادة في الانتاج في السنوات القادمة، وان شاء الله يبقى خير ونقدر نتغلب على التغيرات المناخية وتكون فيها ميزة ايجابية بالنسبة لاشجار الزيتون في بعض المحافظات. لان انا لاحظت ان انا عندي محافظات النهاردة بتتوسع في زراعة شتلات الزيتون وناجحة فيها. عدد العارضين وهل كان في جنسيات من خارج مصر؟ كلمني عن المعرض وتفاصيله. العارضين الحمد لله كان من كل محافظات مصر، ما كانش عندنا معارضين من دول أجنبية أو عربية، بس كان عندنا زوار من دول كتير جدا في العالم. جالنا زوار من أسبانيا، جالنا زوار من الأرجنتين، من البرازيل، من السعودية، من العراق، من اليابان. زوار من دول كتير جدا جم عشان يشوفوا أول مهرجان للزيتون في مصر. غير إن إحنا عرفنا من مصادر كتير إن العالم كله متابعنا، لأن مصر معروف قدرها وقيمتها في الزيتون. كانوا عايزين بقى يشوفوا المصريين هيعملوا ايه في اول مهرجان. والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا عرضنا منتجاتنا وعرضنا شغلنا وعرضنا شكلنا، كان رائع. طبعا حديقه الاورمان مكان تاريخي ومكان مميز وكان عامل شكل رائع للمهرجان تواجدنا في حديقه الاورمان. كل العارضين قدموا احسن ما عندهم من منتجات زيتون المائده وزيتون الزيت. وزي ما حضرتك تفضلت، احنا في مصر بدأنا فعلا في الانتشار في زراعات في محافظات ما كناش موجودين فيها قبل كده. الفرافرة فيها زراعات زيتون شاسعة دلوقتي، غرب المنيا مناطق كبيرة بيتوسع فيها في الزيتون، عشان نقدر يبقى لنا دور عالمي في انتاج الزيت. احنا الدولة رقم واحد في انتاج زيتون المائدة، بالرغم من كده عائداته علينا مش بالقدر الكافي، لان احنا بنصدر زيتون المائدة خام في براميل. ان شاء الله الفتره الجايه احنا هدفنا المهرجان برضو هدفه ان احنا نصدر منتج نهائي، منتج يطلع من مصر يتحط على الرف في السوبر ماركت في اوروبا.
ما يروحش بلاد تانية ويعاد تعبئته وتصديره لدول تانية وساعات بيرجع لنا احنا. فده هدف من يعني اهداف القيمة المهرجان. المضافة يعني تخليل الزيتون ده اقول لحضرتك يعني كل امرأة مصرية بتعمله في البيت واحنا بنخلل. فانت تيجي تصدره لي كام يعني انت وبعدين هيبقى في فرق في القيمة كبير جدا، انت اولى بالسعر ده. الفرق 8 اضعاف الفرق السعر. 8 اضعاف. يعني احنا بنصدر المخل الخام في براميل تقريبا بسعر يورو للكيلو. بيعاد تصديره ب 8 يورو. ففرق كبير جدا. من يورو ل 8 يورو 8 اضعاف. فاحنا بصدد ان احنا نوعي المصدرين والمصنعين او نساعدهم ان هم لا يا جماعه كفايه كده، احنا نقدر ان احنا نصدر منتج نهائي ومنتج عالي الجوده. وكان المنتجات دي معروضه السنه دي في المهرجان لسه قدامه ساعتين ويخلص. هو ده محتاج فتح اسواق يعني حضرتك النهارده لما يكون في معرض محلي انت جبت المنتجين اللي عندك لكن ربطهم بالاسواق الخارجيه والتصدير ده محتاج برضو تكمله بقى علشان الناس دي تعرف تنطلق. هقول لحضرتك الناس لما بتعرف ان دوله زي مصر عندها كم الانتاج ده عامله معرض هم بيجوا. يعني هم انت مهما يعني كم شركه في مصر تقدر تسافر بره وتعرض بره مثلا 10، انما انت عندك هنا عشرات الالاف من المنتجين. لما تعرض لهم منتجاتهم هنا في مهرجان كبير كل الناس اللي عايزه زيتون وزيت زيتون من بره مصر هتيجي تزور المهرجان وتيجي تعمل تعاقدات. وده حصل من السنه دي، يعني ده حصل اكتر من مستورد اكتر من حتى من مصدر هنا مصر جم المهرجان وشافوا المنتجات وشافوا الجوده وان شاء الله يبقى في تعاقدات كبيره من اول دوره المهرجان. ودي اول دوره وحضرتك بتقول ان شاء الله يبقى في تعاقدات كبيره، فدي فرصه ان احنا ابتدينا. انت عايز تعرف الناس بالمنتج اللي عندك وبتجمع المنتجين باكتر بقى من شكل من كل محافظات مصر وكل واحد عنده مهاره في صنعته، المنتج بتاعه مميز. شو انا كنت بدخل مصانع الناس اللي هي عندها مساحات كبيره في محافظات مصر المختلفه من اشجار الزيتون بيعمل مصنع لانتاج الزيتون، الزيتون المخلل. فكنت ادخل يقول لي ده تفاحي وده عجيزي وده وده اسماء كتيره جدا واقعد اتعرف، بس في الاخر بالرغم من الجمال اللي موجود في هذه الصناعه ونظافتها والمنتج انت ما عندكش تكنولوجيا يعني معقده. هو الموضوع ما فيهوش سر الصنعه، لكن انت ينقصك الانتشار، ينقصك ان الناس تعرف ان انت موجود هنا ومميز في هذه الجزئيه فتصدر. في وقت احنا بنتكلم فيه على ان اي سلعه انت بتصدر منها انت بتلحق اقتصاد بلدك، انت بتدعم بلدك. طيب ده بالنسبه للمنتجين، هل زيت الزيتون كان في حضور داخل المعرض؟ طبعا زيت الزيتون كان هو البطل وهو البطل. اللي احنا وهو اللي احنا دلوقتي بنطمح ان احنا يبقى لينا ترتيب عالمي في صادرات الزيت. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا رقم واحد في تصدير زيتون المائده، لسه لنا شويه على زيتون الزيت، بس الزراعات الحديثه كلها في مصر زراعات عاليه الكثافه والكثيفه كلها بتستهدف زيتون الزيت. كان في مسابقه برضو نظمها معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه بقياده الدكتور شاكر عرفات لجوده الزيت، واتعرضت في المهرجان كل خطوات التقييم، وفي شركات خدت مراكز متقدمه وشركات ما حلفهاش الحظ، والفروقات كانت يعني لحسن الحظ فروقات بسيطه جدا. فجوده الزيت عندنا عاليه جدا. فضلنا زي ما حضرتك قلت الانتشار. الانتشار ده بيجي من عمليه التسويق، ان انا اقول للعالم ان انا عندي هنا منتجات محترمه، ويمكن ده كان شعار المهرجان من مصر لكل الدنيا. ده هدفنا ان احنا نقول للناس بره والناس متابعانا كويس، وحضرتك هتشوف تقارير اخباريه عن المهرجان في كل وكالات الانباء العالميه وقد ايه الناس مبسوطه ان ده حصل في مصر. حتى خبراء الزيت في العالم مبسوطين ان ده بدا يحصل في مصر، لان ده في طريقه ان هو يحسن من جوده المنتجات. لما يبقى في تنافسيه دي بتخدم المنتج وبتخدم المستهلك وبتخدم سوق التصدير كمان. صح صح. طيب استاذ محمد من القاهره اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك محمد رضوان يا فندم. محمد رضوان. انا عندي مزرعه مواشي في حلوان. تمام. وحاولت اتواصل مع البنك الاهلي ومع البنك الزراعي اكتر من مره عشان استفيد من المبادره بتاعت ال 5%. ما حدش فادني خالص، وكله الناس بتقول لي ان المبادره وقفت ومش شغاله حاليا. تواصلت مع الصندوق الاجتماعي اللي هو المشروعات الصغيره والمتوسطه برضو اكتر من مره، ما حدش فادني وقال لي المعني بالمبادره دي البنك، فانا مش عارف اعمل ايه. هي المبادره مش متوقفه
وانا بطلب منك تيجي بس بكره للدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه في وزاره الزراعه في الدور الثاني، تقدم عنده الطلب بتاعك وهيتابعه معاك. تمام. ممكن؟ ممكن جدا. بس وانا هكلمك تاني اعرف ايه اللي تم، يعني انا هتصل بيك بكره لان انا عارف ان وزاره الزراعه بابها مفتوح لاي واحد عايز يشتغل. فبكره تعالى قدم الطلب وانا هكلمك اعرف ايه اللي تم ونتابع معاك ان شاء الله لغايه لما تستفيد وترجع تشتغل مره ثانيه. بشكرك. وزارة الزراعة يعني كان ليها دور أكيد. انت لما جات لك الفكرة خبطت على باب مين الاول؟ ما انت النهاردة عايز تعمل وزارة الزراعة على طول. طب اخترت المكان ده ليه؟ ولا وزارة الزراعة اللي رشحته لك؟ عملت ايه؟ طبعا وزارة الزراعة هي كل الفعاليات دي لازم تتم تحت رعاية وزارة الزراعة وتحت مظلة وزارة الزراعة. ولو هنشتغل على الزيتون او صناعات الزيتون من غير وزارة الزراعة يبقى احنا يعني مش شغالين صح. طبعا معهد بحوث التكنولوجيا الاغذيه التابع لمركز بحوث زراعيه التابع لوزاره الزراعه كان داعم معانا من اول فكره، وطبعا الدكتور علاء عزوز دعمنا من اول ما قلنا مهرجان زيتون كان داعم بشكل غير عادي، وطبعا رشح لنا حديقه الاورمان وقال لنا اختاروا المكان المناسب ليكم في حديقه الاورمان، وكان الموضوع في منتهى السهوله ومنتهى التعاون، ودايما حديقة الأورمان بتشهد مهرجانات كتير، شهدت مهرجان الزهور زي ما حضرتك تفضلت، ومهرجان العسل المصري، ومهرجان التمور، ودلوقتي مهرجان الزيتون، وان شاء الله يعني يبقى فيها مهرجانات لكل منتجات مصر المتميزه. ده دور وزاره الزراعه زي ما بتخدم المزارع من اول التقاوي لحد الانتاج، بقى لها دور دلوقتي كمان ان هي تساعده على تسويق منتجاته وفتح الاسواق المحليه والعالميه ليها. يهمك قوي شكل المعرض، يهمك قوي الناس تبقى مبسوطه أكيد. العارضين والزائرين، التجهيزات داخل حديقه الاورمان كانت مناسبه، التيسيرات من جانب وزاره الزراعه، ايه اللي تم؟ كان في اريحيه في اثناء هذه الفتره؟ الحمد لله كل الامور كانت ميسره وكانت جميله، هو بس محتاجه شويه، الحديقه محتاجه اضافه للخدمات عشان تستقبل عدد اكبر من الزوار. يعني الخدمات في الحديقه يعني يا دوبك على قد الزيارات العاديه، بس محتاجه شويه دعم، وده حاجه مش كبيره يعني، دعم في الخدمات علشان لما يبقى في فعاليات كبيره ما يبقاش في تقصير. انت الاقبال عندك كان قوي. الحمد لله، الحمد لله الاقبال على الحديقه في وعلى المهرجان كان عالي جدا، والمهرجان شغال لحد الساعه 8 لحد المشاهدين يلحق. النهارده اخر يوم؟ النهارده اخر يوم ان شاء الله. النهارده اخر يوم يعني فاضل ساعتين مثلا ان شاء الله، فنقدر نقول ان في الساعات الاخيره كان لينا الشرف ان احنا نستضيف حضرتك ونسمع منك، لان ده فكر جميل جدا على فكره. فكره او سياسه المهرجانات والمعارض دي سياحه، يعني في حد ذاتها سياحه تنشيطيه جميله جدا للاقتصاد. اولا انت نشطت مكان عندك زي حديقة الأورمان، نشطت فكر جديد إن الناس تبتدي تبقى مستهلكة لزيت الزيتون اللي هو مفيد جدا لصحة الإنسان. فالنهاردة لما أجي أقول له تعالى أنا عندي أسعار مختلفة وعندي أنواع وعندي كمان ممكن تدوق، وعامل مهرجان أو عامل مسابقة للتذوق، فاهم؟ للتذوق دي يعني أنا هعرف إيه مميزات زيت الزيتون وأعرفه من طعمه إزاي أنا كمستهلك عادي، وانا مش عايز ادخل في التفاصيل دي لان انا عارف ان انت فكرك اقتصادي بالزبط. راجل بتحب البيزنس. استاذ محمد من الغربيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا باشمهندس انا مزارع عامل زراعي وسني 76 سنه 77. ربنا يديك الصحه. شباب يعني. ماليش معاك يا باشا، رحت التامينات وطلبت التامينات وقالوا لي ماليش معاك. نعم. يعني تكفل وكرامه ما عرفتش تاخده؟ لا تكفل وكرامه باخد تكفل. طب وتكفل وكرامه يعمل حاجه يا باشا؟ 400 جنيه دول بس بتاخد من تكفل وكرامه؟ باخد زيه تكفل وكرامه يا باشا. طب ايه طلبك تاني دلوقتي؟ لا انت كنت مزارع انا كنت في الاصل الاول خالص كنت نجار مسلح ومعمل نجار مسلح. وعملت غيرت البطاقه وغيرت البطاقه عامل زراعه. طيب بص علشان ابقى صادق معاك، بدل ما انت بتصرف تكافل وكرامه انا عارف ان انت خلاص كده خدت الدعم او المسانده اللي بتقدمها الدوله لابنائها، فسيبني اتواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي اشوف في فرصه نقدر نساعدك بيها تاني ولا لا. بشكرك. استاذ ابراهيم من اسوان اتفضل. استاذ ابراهيم السلام عليكم.
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابعد عن التلفزيون او وطيه بسرعه بس عشان الوقت جه. انا بعيد خالص عن التلفزيون. اتفضل قول لي متصل ليه. سلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. احنا بالنسبه لخصوص الري الحديث وال يعني عندنا محطه ميه رفع في القريه من 67. ما فيش اي تغييرات فيها الا لدرجه انه المحل المواتير اللي فيها لا يعني فاجئني. فين في اسوان المركز اسمه ايه والقريه اسمها ايه؟ مركز اسمه قريه الري بالرش. طيب حاضر عينيا الاثنين هتابعها لك مع الري وهتلاقيني بكلمك بكره ان شاء الله او الاعداد. الله يبارك لك فيه. ربنا يعزك. على هامش هذا المهرجان تسموه مهرجان ليه مش معرض؟ بنسميه مهرجان لان هو عده فعاليات متداخله من اول المعرض اللي بيعرض فيه كل منتج منتجاته لحد الفعاليات الترفيهيه بتعمل على المسرح، محاضرات علميه للمتخصصين من المزارعين والمصنعين، محاضرات تثقيفيه للجمهور، في معرض برضو مصاحب للميكانه الزراعيه والري والتسميد. فهو في الحقيقه مش فعاليه واحده، في عده فعاليات متداخله فبتبقى عباره عن مهرجان. مهرجان يعني انا مش مجرد جايب عارضين، لا ده انا جايب خبراء ومتخصصين يتكلموا عن الزيتون ومشاكله وزراعته وتسميده وريه، وتجيب الشتله منين؟ ندوات بالزبط. انا جايب ميكانه علشان اللي عايز يستخدم ميكانه في زراعه وفي حصاد الزيتون تمام. طب لو عايز ميكانه عشان اصنع، في ناس بتتصل بيا وما بعرفش ارد عليها، يقول لي انا عايز مكان اعصر بزيت الزيتون، اعمل بيه زيت الزيتون. كان في حاجه زي كده السنة دي؟ مفيش، بس جالنا ناس واحنا شغالين عايزين يعرضوا مكان للعصر ومكان للتعبئة، ده برضو جزء مهم جدا. طب انت هتستنى سنة علشان تعمل مهرجان تاني؟ انت شايف ايه؟ يعني المفروض ان احنا بنتكلم على زراعة مهمة جدا. ان شاء الله يبقى في اكتر من مهرجان على مدار السنة في محافظات مصر المختلفة، بس اكيد مهرجان اللي بتعمل في القاهرة هيبقى سنوي. نتمنى ان المحافظات التانية يبقى فيها مهرجانات شبيهة بمهرجان القاهرة اللي حصل هنا في حديقة الأورمان، بحيث ان كل المناطق تستفيد، لان مش كل برضو الناس هتقدر تيجي في وقت محدد على القاهرة. صح. فكان في مبادرة السنة اللي فاتت، في اتعمل مهرجان في مطروح السنة اللي فاتت، وعرفت ان في سينا اتعمل مهرجان قبل كده من فترة طويلة، بس احنا عايزين بقى الاستمرارية، ما يبقاش مرة وخلاص. اللي احنا عايزين ان شاء الله بدأنا الدورة دي وربنا وفقنا ونجحنا فيها إلى حد ما، احنا راضيين الحمد لله عن اللي تم، يبقى السنة الجاية بنستعد ليها من دلوقتي، وإن شاء الله تبقى برضو دورة أكبر وأنجح إن شاء الله. كنت أتمنى، مش عارف ده حصل ولا لأ، لأن أنا كل ده بتوقع. للأسف الشديد أنا بسبب أن أنا يعني العمل اليومي ما حضرتش معكم، بس الناس دي كانت عايزة حد يسمعها. العارضين مشاكلهم ايه، محتاجين ايه من الدوله، مطالبهم ايه من وزاره الزراعه؟ هل كان في حلقات نقاشيه حضرها بعض المسؤولين؟ طبعا كان في اساتذه من مركز بحوث البساتين اتناقشوا مع ناس كتير في طلباتهم واستشارات في الزراعه. طبعا كان في مسؤولين من وزاره الزراعه حاضرين، كان في يوميا حلقات نقاشيه واستشاريين من الفيلد، من يعني مهندسين زراعيين شغالين بالفعل، جم عملوا محاضرات. ممكن زملائنا في الاعداد نكلم وكيل وزاره الزراعه في محافظه الوادي الجديد، يعني برضو من المحافظات اللي احنا شايفين فيها نهضه زراعيه بالزبط. وفي اشجار زيتون، يا ريت نكلم وكيل وزاره الزراعه في محافظه الوادي الجديد دلوقتي. على فكره كل المحاضرات دي متسجله وهتنزل على صفحه المهرجان، والمهرجان برضو ليه موقع الكتروني، هتنزل عليه كل المحاضرات دي وتعمل ليها قناه على اليوتيوب، بحيث ان هي تبقى مكتبة تعريفية وتثقيفية لصناعة وزراعة الزيتون في مصر، وكل ما نعمل فعالية هنتحط محاضراتها وفعالياتها على القناة دي. يبقى أنا عندي أرشيف بفيديوهات لكل ما يخص الزيتون، في المعلومة الإرشادية، في طريقة الزراعة الجديدة، في أنواع الشتلات المختلفة. لو أنا حتى في التقليم كمان كان في محاضرة، الخدمة بقى. في محاضرة عن التقليم كانت متخصصة في الموضوع ده. فالخدمة والتسميد والتصنيع والفكرة بتكبر، يعني انت النهاردة لما بتبتدي في مجال وتاخد الخطوة الاولى الفكرة بتكبر معاك سنة بسنة. يعني انت النهاردة ابتديت بمهرجان وكان على هامش هذا المهرجان فعاليات كتيرة جدا، فبيقول حضرتك بتقول لي لا احنا جالنا ناس عايزين يعرضوا معداتهم اللي بتستخدم في عصر الزيتون، فالفكرة ابتدت تكبر. يجي لك ناس بعد كده يقول لك لا طب انا عندي افكار جديده في طريقه التعبئه تكون تجذب اكتر
المستهلك من دول خارج مصر. الناس دي ليها ذوق مختلف شويه عننا. طب انا هقول لك على حاجه، بلاش الزيتون يبقى بالبذر بتاعه، انا عندي ادوات تدي لك زيتونه مصنعه ما فيهاش بذر. فدي كلها يعني راي المواطن العادي بقى، الزائرين اللي جم عندك ودخلوا، والفئات اللي كانت جايه. هل انت راجل مش زراعه، بس الفئات اللي جت المعرض نفسه كانت بتمثل الشعب المصري، كل اطياف الشعب المصري بكل طبقاته كانت موجوده. بمناسبه برضو المستهلك جه شاف ايه والجمهور شاف ايه، كان في ابتكارات في منتجات الزيتون موجوده في المهرجان. يعني مركز بحوث الصحراء كان منزل مخبوزات بالزيتون ومخبوزات معموله بزيت الزيتون. بعض الشركات كانت منزله زيتون مخلي ومحشي باللوز. باللوز يعني شفتها بالجزر قبل كده؟ لا، ده بقى كان ابتكار وده خد جايزه في المنتجات المبتكره، لان فايده الزيتون للشرايين والقلب عاليه جدا، وكمان فايده اللوز للشرايين والقلب وتقليل الكوليسترول عاليه جدا، فبقى منتج عالي القيمه الغذائيه وسهل الاكل وسهل الهضم. فده برضو خد جايزه في المنتجات المبتكره، خد المركز الاول في المنتجات المبتكره. فكان الحمد لله في تنويع كبير جدا في شكل المنتجات وفي استعمال الزيتون فيها، سواء كزيتون مائدة أو زيتون زيت. أنا شفت في الدول العربية مجرد بس ما تنجح فكرة في الزيتون بتبقى يعني صبر، وبنتكلم على جودة المنتج وجودة الزراعة وأفضل دولة، ده بيحصل. إحنا برضو مش عايزين نقلل من إمكانياتنا، عايزين نشوف هذه النماذج الناجحه ونبتدي نشاركهم نجاحهم عشان ننجح. استاذ حموده من محافظه بني سويف، اتفضل. ايوه اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامع؟ اه والله. لو سمحت انا عليك، شفت البرنامج بتاعكم ده قبل كده وتقدمت لزراعه لب عباد الزيت. ايوه يا استاذ حموده. ايوه بتقول شفت البرنامج قبل كده؟ قدمت للمدرسه الظروف في حوزه بني سويف. مش انت عايز ايه يا استاذ حموده؟ مش شايف انا زرعت اللب وجوي بقى يمروا عليا لحد ما خدت اللب وسلمته لهم لحد النهارده ما عرفتش الفلوس بتاعها. سلمته لمين؟ لمدرسه الزراعه وداه محطه الست. انت كنت زارع تقاوي، متعاقد على زراعه تقاوي؟ متعاقد على زراعه تقاوي من عباد الزيتي ده. طيب سلمته لهم امتى؟ ورطته امتى؟ انا ورطت يوم 28/9. من 28/9 ما خدتش فلوسك لغايه النهارده ليه بقى؟ ما خدتش فلوسي لحد يوم 25/11. لحد يوم 25/11 اتصلوا عليا قوي، تعالى ده اللب بتاعك مرفوض بعد شهرين. قالوا لك انت ايه اللب؟ قالوا لك المحصول بتاعك مرفوض. على مصر واتصل على بني سويف واروح لده واروح لده. على فكره انت كلمتني قبل كده صح؟ اللب بتاعك مرفوض. طب اديني بقى، سيب رقمك لو سمحت. حاضر عينيا، وانا هشوف يعني هو ده تعاقد، اللي استلم منه رجع رفضه بعد شهرين ليه وايه الاسباب وعلى اي اساس استلمنا منه. حاضر هرد عليك بكره ان شاء الله. الحديث مع حضرتك ممتع، يعني انا النهارده شايف ابتكار في العمل. ما هو احنا بنزرع لكن القيمة المضافة صعب جدا ان انت توصل لها. انت شايف بقى قطاع الزراعة ازاي؟ بما انك رجل اقتصادي وفكر اقتصادي، انت ممكن تستفيد ازاي من القطاع الزراعي وتوظف الخير اللي موجود في صورة مهرجانات علشان نعمل نوع من الرواج؟ انا عندي داخل على موسم الفراولة، مش شايف افكار جديدة. البنجة فيها توسع في المساحات اللي تتزرع كل يوم، نشوف ناس بتزرع اراضي جديدة وبتدخلها. ازاي نخدم القطاع الزراعي من خلال هذا الفكر التسويقي؟ هو القطاع الزراعي في مصر كبير وقطاع هايل وقطاع ناجح وفي توسع، بس مشكلتنا احنا كل ما بنلاقي حاجه بتنجح بنروح مثلا التمور في توسع في الاصناف الجديده، فاي حد عايز يستثمر يدخل في الزراعه برضه. فبقينا بنزرع الاف الافدنه مثلا من التمر المجدول. طب الالاف الافدنه دي هتطلع انتاج، الانتاج ده محتاج يا جماعه ثلاجات، محتاج مصنع تعبئة، محتاج مصانع كرتون وبلاستيك للتغليف. قبل ما مش هعمل السوق قبل ما يبقى عندي المستلزمات دي كلها والمنتج النهائي. فأنا في الآخر لو فضلت أزرع من غير ما أبقى عندي صناعة قائمة على الزراعة دي، صناعة حتى صناعة مجرد تعبئة وتغليف وفرز وتبريد،
انا كده بخسر، لان انا كده انا بنتج دلوقتي مثلا من التمور في مصر 1,800,000 طن، صادراتي ما بتعديش ل 40,000 طن، 3% من الانتاج. فده طبعا ثروه كبيره جدا اقدر استفيد منها لو انا بدات اعمل فعلا صناعات تقوم على هذه الزراعه. فده برضو بالنسبه للزيتون. ما ده دورك انت برضو، يعني انا بقول اهو طول عمري بحلم بيه. لا يعني انت عملت مهرجان وجات لك الناس قالت لك عايزين نعرض المعدات دي اللي هي بتعصر زيت الزيتون. انا نفسي اشوف معارض او مهرجانات خاصه بالمعدات التصنيعيه للزراعه. يعني انت بتكلمني انا بقول عندي انتاج من الليمون او من الموالح، على فكره في كميات كتيره جدا ممكن نستفيد بيها في التصنيع في حاجات بسيطه قوي، ان هي تدخل في المربات تتعمل عصاير بس، ويدخل بقى في المشاريع دي الشباب. يعني هو الموضوع مش محتاج تكنولوجيا كبيره ولا راس مال كبير، بس الشباب ده ان انا اجيب له المعده البسيطه اللي يشتغل بيها دي ما يعرفش يجيبها، مش عارف مكانها فين ولا شكلها ايه. انا كنت في الوادي الجديد، يعني سافرت كتير، بس في 2014 بالذات لفت نظري حاجه، ان كان في حصاد للتمور والانواع اللي هي العاديه المحليه اللي احنا بنزرعها، الزغلول والسيوي ففوجئت ان بيقول لك احنا بنبيع 50% بس من المنتج. طب ده انتوا بتخسروا؟ اقول له لا بنكسب، ما المنتج كتير قوي. طب وال 50% التانيين؟ قال لي ما عنديش اماكن للتخزين، ما عندناش ثلاجات. وفوجئت بواحد تاني بسجل معاه، كل اللي عمله ان هو عنده شقه عزلها من جوه وحط فيها تكييفين، وانا اللي بخزن هنا وببيع. فالناس دي محتاجه فعلا تنظيم لهذه الصناعه، مش هيتم الا من خلال ربطهم بالاسواق، وعشان تربطهم بالاسواق محتاج مهرجانات، محتاج معارض، محتاج تعمل دعوات لوفود من دول تيجي تشوف الانتاج عندك شكله ايه. استاذ وحيد اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي بعد اذن حضرتك يا استاذي، انا واخد شويه ارض في المغره، في المغاره. ماشي، ومقدم على تقنين وزارع. انت بتتكلم على الزيتون وانا زارع 40 فدان فيها زيتون. ايوه. وحاليا كل من نروح المجلس المحلي بتاع العالمين عشان التقنين بتاعي يقول لي لسه الافاده ما جاتناش من الهيئه من مصر. هي دلوقتي اجراءات، يعني ما فيهاش توصيه. انا عشان ابقى صريح معاك، انت بتتكلم على مشروع مهم جدا، وانت راجل زارع يعني طبقت كل الشروط وبتشتغل مع الدوله ومقدم طلبك. هيجي مقدم طلبي اللي هو 182 يا باشا، هيجي لك الافاده وهتستقر. فهي بس بتبقى محتاجه اجراءات، وانا بناشد ان اللي زرع وانتج وشغال وعنده الجديه ده يعني نديله بقى ايه قبلة الحياة، يطمن على نفسه وعلى استثماره. والله يا استاذ احنا انا واخواتي، انا واخويا وابني واخدين 75 فدان وعيال. واخدينهم من مين بقى؟ والله واخدينهم من الجماعه، من شركه اسمها الشركه الطبيه. لا من غير شركه. طيب بعد ما خدت الاراضي دي رحت مقدم بقى على طلب علشان تقنن وضعك؟ ايوه سياده الرئيس. قالوا لك ايه وانت بتقدم الطلب؟ سياده الرئيس كان فتح الطلب اللي هو 182. جيت مقدم فيه على طول. ده من امتى؟ الكلام ده في شهر 12 اللي فات. طيب يعني انت الافاده وجاتني اللجنه حاليا في البيت اللي انا قاعد فيه في الارض هنا، وعينوا لي الزراعه اللي انا زارعها، زرع 40 فدان. ان شاء الله خير. بس صدقني انا ما بحبش يعني اتاجر باي متصل او بمشكلته يعني واقول له حاضر وهنخلص لا، في اجراءات الدوله بتقوم بيها علشان الوضع يبقى قانوني ومستقر، لان ده هيرتبط بخدمات بعد كده الدوله توفرها لك، فده لازم تتابعه مع جهه الولايه. بشكر حضرتك. خلاص احنا كده يعني للاسف الوقت جري مع حضرتك، اتمنى ان انا اكون معاك ان شاء الله في المهرجان القادم. إن شاء الله. الله اعلم نوع المحصول ايه، لان انت ليك فكر مرتبط بالتنميه مش مرتبط بمحصول معين. بالزبط. واحنا القطاع الزراعي فيه خير كتير. ربنا يوفقك. بشكرك على وجودك معايا النهارده وعلى المجهود اللي انت بتقوم بيه. بشكرك وبشكر كل المشاهدين، وان شاء الله تشرفنا في اي فعاليه باذن الله. ان شاء الله. بشكرك الدكتور محمود حسن رئيس مهرجان الزيتون الاول، بشكرك على وجودك معايا. هذا المهرجان عقد في حديقه الأرمان، هينتهي النهارده للاسف الساعه 8 مساء. كان في زيت زيتون وزيتون وعروض ترفيهيه وآلات وميكنه، ان شاء الله القادم افضل. بشكر حضراتكم والى اللقاء.